التخريج. ذكر الملازم مبارك عدد الخريجين في هذه الدفعة 108 طلاب سواء من دولة قطر، 85 من دولة قطر، وعدد من المبتعثين من الدول الشقيقة. نشاهد معكم مشاهدينا الكرام وصول راعي الحفل سيدي سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى. ننتقل معكم إلى حفل التخريج وبعدها نواصل الحوار مع ضيوفنا الكرام. الشرطة سلام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، سلام. خذ كلية الشرطة جاهزة للتفتيش والتخريج. سي أمرك سي.
ذراع الحفل وفاء وعرفانا لسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه. قائد نهضتنا الأول وولاء لكم سيدي سمو أمير البلاد المفدى، شكل أبناؤنا الطلبة بأجسامهم كلمات تعبر عن الولاء للقيادة والوطن. حمد بانيها، تميم حاميها. كريم، يتفضل سيدي راعي الحفل بتكريم سعادة السيد غانم بن سلطان الهديفي بوشاح حمد بن خليفة، تقديراً لعطائه ودوره المشهود في الحفاظ على الأمن لسنين طويلة، حيث تولى عدة مناصب خلال مسيرته الحافلة، منها مدير عام الأمن العام ووكيل وزارة الداخلية ورئيساً لجهاز أمن الدولة، ويعد من أوائل المؤسسين للجهاز الأمني والشرطي في دولة قطر، خدم وعمل بكل صدق وإخلاص حفاظاً على أمن الوطن. تكريم المتفوقين، الأول في المجموع العام والأول في التدريب العسكري والأول في السلوك والمواظبة والحاصل على سيف الشرف، مرشح ضابط عبد العزيز جمال محمد ناصر النعيمي جهاز أمن الدولة. الثاني في المجموع العام والأول في الدراسة الأكاديمية، مرشح ضابط راشد صقر فهد آل برقبة المريخي وزارة الداخلية. الثالث في المجموع العام، مرشح ضابط عبد الهادي مسفر جابر سهل المري وزارة الداخلية. الأول في الرماية، مرشح ضابط ناصر مبارك هادي السخنوني الشهواني جهاز أمن الدولة. Thank you.
أشهر فهدى سر. تتشرف كلية الشرطة بتقديم هدية تذكارية لسيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى. الهدية التذكارية هي بندقية من طراز SAATA1 إنجليزية الصنع، وهي نفس طراز البندقية التي استخدمت في حفل تخريج سموكم الكريم من أكاديمية سانت هيرست العسكرية الملكية.